السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ اخباركم؟ صحه لاباس؟ نتمنى لكم الصحه والعافيه وكل ما تمنيتو. رمضان كريم وعواشركم مبروكه ان شاء الله بحول الله. هذه الوصفه اللي غادي نديرو اليوم ديال العكس وديال التابعه وديال الناس اللي عندهم مشاكل اللي ما نجحت معاهم حتى وصفه. تيقولوا حنا ما نجحت معنا حتى وصفه وعندنا تعسير في الامور. ان شاء الله بحول الله غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي غادي تحيد لكم التعسير وتحيد لكم العكس وتحيد لكم الناس اللي ما تتنجحش معاهم الوصفات. الناس اللي تيكونوا واخا يديروا الوصفات ما تتنجح معاهم حتى وصفه، ولكن غادي نحطوا واحد الوصفه رائعه باذن الله على حسب ان نحيدوا النحس والتابعه ونحيدوا التعسير. اول حاجه اللي غادي نوصيكم عليها هي انكم هذه الوصفه ديروها بيقين وتكونوا على وضوء وتكونوا على طهاره. هادو هما الشروط باش تلتزموا بالوصفات الربانيه. اول حاجه غادي ناخذوا واحد الكميه ديال الحلبه، معلقه كبيره ديال الحلبه ومعلقه كبيره ديال السانوج ومعلقه كبيره ديال الحرمل. غادي ان شاء الله نقرا عليهم في الليل، غنقرأ عليهم في الليل سورة الرحمن كاملة، وغادي إن شاء الله سورة الكوثر 7 مرات، سورة الكوثر 7 مرات، وغادي إن شاء الله سورة الرحمن كاملة وسورة الكوثر 7 مرات. وغادي ناخد هانتوما الحلبة والحرمل والسانوج، 3 مكونات: السانوج، الحلبة، الحرمل، وغادي نرقدوهم ليلة كاملة. هما مرقدين، غادي نقراو عليهم هاد القراءة، هاد الماء اللي غادي نخلي العصارة ديالو في القرعة يترقد ليلة كاملة، وغادي ان شاء الله نقرأ عليه سورة الرحمن وسورة الكوثر، وغادي نحيد به التابعة والقرينة ونحيد به التعسير اللي عندي الامور مسعسرة. اذا غادي ناخد كأس منه، غادي نضيفو الى ماء، غادي نضيفو الى ماء كاس بحال هكا. واخا يمشيو الشوائب معليش، واخا يمشيو الشوائب معليش، لانني انا بغيت ناخد كميه باش غادي نعوم. ها نتوما سميتو، غادي ندخل الى مكان يكون طاهر، وغادي نحاول انني ندوش بهاد الماء اللي فيه مقري عليه الحلبه والسانوج والحرمل، مقري عليهم سوره الرحمن وسوره الكوثر، وغادي ان شاء الله نغسل بهم من راسي حتى رجليا على ماء، على ماء اللي غادي نضيفه اليه، نضيف ليه الماء، ناخد كأس واحد منه مرقد ليلة كاملة. ولكن هذه الوصفة غنديرها 3 ليالي، غنديرها 3 ليالي، 3 مرات، 3 مرات، ندوش بهم 3 مرات. اذا غادي ناخد هذا الماء وغادي ندوش به ونجمع هذا الماء ونلوحه في مكان عاشب. الوقت اللي ندوش نضيف هذا، ناخذ هذا الماء نغسل به ونضيف ماء اخر نقي اللي غادي نعاود نتشلل به باش نتخلص من هذوك الشوائب ديال الحلبه وديال السانوج وديال المكونات. وغادي ناخذ هذا الماء ونلوحه في مكان عاشب. هاد الوصفه زوينه، حاولوا ديروها لان هي اللي غتطهر لكم الجسد ديالكم من الشوائب ومن التعسيرات، وفي نفس الوقت تحيد لكم العكس اللي عندكم. اول حاجه هاد المكان ما نفرطوش فيه، لوحوه في مكان عاشب. اذا حبايبي في الله حاولوا ديروها لانها راه زوينه، وفي نفس الوقت هي جيده. اذا هذا الماء ما نفرطوش فيه، لوحوه في مكان عاشب. اذا احبابي في الله، الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك ودعموا القناه وفعلوا الجرس.